السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الصديق ديالكم مصطفى. كما شفتوا في العنوان ديال الحلقة، هو أن العالم كيتقسم لثلاثة الأنواع ديال السلالات. السلالة الأولى هي سلالة سام، السلالة الثانية هي سلالة حام، السلالة الثالثة هي سلالة يافيت. إذا ركزتوا مزيان في هذا الفيديو غادي نشرح لكم بإذن الله تعالى جميع هذه السلالات شنو كيعني. من دابا لواحد شوية نتلاقاو. بكل صراحه وبكل صدق في المعلومه، هذه الحلقه اليوم غادي نحاولوا نشرحوا فيها من وراء الطوفان ديال سيدنا نوح عليه السلام. فصل الله امر سيدنا نوح عليه السلام باش يصوب هذيك السفينه، فعلا صوب السفينه وهز معاه القوم ديالو، ولا هز معاه السلاله ديالو. السلاله ديال سيدنا نوح عليه السلام كانوا فيها ثلاثه ديال ولادو، كان واحد سميتو سام، واحد سميتو حام، واحد سميتو يافيت، والرابع فيهم هو اللي تعالى على الله ومشى زعما طلع لواحد الجبل عالي على اساس انه هو غادي يحمي الجبل من الطوفان. دابا الثلاثه ديال الخوت قلنا سام حام ويافيت، ثلاثه بيهم صافي سال الطوفان والارض شربت هذاك الماء، نزلت السفينه ونزلوا معها هذوك الاقوام ولا هذوك السلالات بثلاثه بيهم. كل واحد فيهم دا القوم اللي معاه لواحد البلاصه معينه. سام داهم للشرق الاوسط، السعوديه والعراق وفلسطين. حام جاب السلاله ديالتو قاره ديال افريقيا اللي فيها المغاربه وفيها المصريين والشمال ديال افريقيا. بالنسبه للسلاله ديال يافيت فهي كتواجد في اوروبا، في امريكان، في اليابان. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نخصص فيه فقط تعريف السلاله ديال حام حيت كتواجد بالمغرب حاليا. في هذا الفيديو غادي نذكروا خمسه ديال العيوب اللي كاينين عند السلاله ديال حام. الاول اللي كاين في السلاله ديال حام هو السكون الذي يؤدي الى الفقر، بمعنى كتلقى دابا واحد الانسان ما عندوش فلوس، ما عندوش مال، كتلقاه فقير حيت هو ساكن في المكان ديالو، ما كيتحركش وما كيسعىش باش يمشي يجيب الرزق ديالو. بالنسبه للعيب الثاني هو الترابط الذي يضر بالانسان الفرد، بمعنى كاين في السلاله ديال حام كاين واحد المجموعه ديال العادات والتقاليد الاجتماعيه اللي كنديروهم حنايا المغاربه ولا حتى المصريين حتى هما كيديروهم مثلا. المهم هاد العادات كنديروهم وهما كيضروا بنا. كيكون عندك مثلا واحد الكليكه ديال الاصدقاء كتكون انت كتريح معاهم وهما غير كيضروك، فهمتي؟ ما كتنفع معاهم، ما كتستفد معاهم والو، غير كيعديو كيشرحوك كيقولوا بزاف د الحوايج. كاين عاوتاني بعض العادات الاجتماعيه بحال مثلا بوجلود مثلا، هذيك التقاليد ولا هذيك العادات كتضر بالانسان. بعض المناطق في المغرب كيديروا بعض التقاليد مثلا اللي عندها علاقه بالزواج، الزواج كيتخمو بزاف وكيديروا فيه بزاف ديال العادات الاجتماعيه اللي كتضر بالفرد وبالمال ديال الفرد. العشم والاتكاليه الماليه، كتلقى واحد الانسان مثلا جالس ما خدامش، بقى غير كيسب في البلاد والحكومه ما دارتش والحكيم ما دارتش والبوليس فاعلين، يبقى حياته كامله هو كيسب غير في هاد لونطوراج ديال الحكومه الحاكم. هذا كيتسمى العشم، يزيد عليها ديك الاتكاليه الماليه، بمعنى ديما كيتسنى شي حد يعطيه فلوس، ديما كيتسنى ماما ولا كيتسنى بابا يعطيو ولا خو ولا شي حاجه بحال هكا. العيب الرابع هو البعد الروحي، كيشركوا الناس بالله تعالى عن طريق شركاء. في المغرب مثلا كاين عندنا تقريبا ينايز عن 6000 ضريح، الناس هذو اللي كيمشيو لهاد الاضرحه كيتقربوا لله عن طريق واحد الشخص معين كيتسمى شرك، ياك؟ وهذا عيب كاين في السلاله ديال حام ومتواجد عندنا في المغرب بزاف صراحه، لدرجه انه كتلقى مثلا 6000 ضريح اللي الناس كيمشيو كيخليوهم شركاء مع الله تعالى باش زعما يتقربوا لله. واخا يكونوا هذوك الناس اللي كاينين في دوك الاضرحه مثلا هما اولياء الله، زعما كان هذاك الشخص مزيان وكان كيامن بالله وكان كيدير عمل صالح وكيدير حوايج زوينه زعما، ولكن راه كيبقى شريك مع الله. يعني الانسان اللي كيمشي للطريح كيحط واحد الشريك مع الله باش يتقرب لله تعالى. العيب الرابع داير بحال ما هكا. اما بالنسبه للعيب الخامس وهو الاخير، هو السحر الافريقي. القوه ديال هاد الناس اللي كيديروا السحر الافريقي قوه تواصلهم مع الغيب، بمعنى ان اي واحد كيخدم بهذا السحر الافريقي حيت كاين هذا الشيء غير في افريقيا. السحر كاين في بلايص اخرى، ولكن عندنا حنا واحد النوع ديال السحر مختصين به في افريقيا. هذاك السحر اللي كيديروا هاد الناس الافارقه مثلا كيبينوا واحد الحاجه على اساس انهم هما كيتواصلوا مع الغيب، كان داك التواصل ديالهم مع الغيب بالاستعانه بالله الرحمن ديريكت بلا ما تدخل مع شي شريك اللي كيكون عباره عن شي طلسم ولا شي وثيقه ولا شي صوره ولا شي حاجه كتخربق فيها شي تخربيقه وتربطوا بالله الرحمن. بالعكس انت كتربطوا بشركاء اللي كيكونوا شياطين، حيتاش الجن ضعيف ما يقدرش يدير شي حاجه اخرى. الجن مخلوق ضعيف
مقارنة مع الشيطان. الشيطان هو عنده قوة كبيرة على الجن. كانت الحلقة بحال هكا ذكرنا فيها عيوب وسلبيات ديال ذرية حام ولا سلالة حام. آخر خاصية كاينة في سلالة حام وهي زوينة بزاف، اللي هي خاصية ديال الإحاطة، حماية، حكمة ورحمة. ركبتي البال هاد المصطلحات كاملهم فيهم حرف الحق. والله تعالى كيقول على العدو في أدوي فإنهم في رباط إلى يوم الدين. السلالة ديال حام كنبقاو ديما متماسكين ومجتمعين الى يوم الدين. بالنسبه لهاد المعلومات كامل هما اللي سمعتو دابا هما كيدخلوا في خاصيه ديال التقوى، باش انت باش تقي النفس ديالك من صفات المجتمع ديالك وما تصيبكش هذيك اللعنه اللي كان صابت الاجداد ديالك في واحد الوقت. المهم كانت هاد الحلقه بحال ما هكا. شكرا لكم على المشاهده وتحياتي لكم. حياكم الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له. الله يعاونكم ومع السلامه.